متحركا لاعب مختريان، لعيب من اللعيبه الممتازه جدا الحقيقه لاعب مختريان. تمشي على طول الكره الثانيه سريه، تخطيط دائما على الطريق، المدافع الايسر هنا اللاعب هايبرينيان. مره اخرى ثاني مختريان، خطيره جبهه الشمال خطيره، جمله حلوه، شوف عملوها ازاي في الخطوره. اه يا خالد، اه يا خالد، والهدف الاول، الهدف الاول انما اتعملت سريعه، اتعملت سريعه مباغته جدا. والغريب ان في زياده عدليه للدفاع الامارات، مفيش مشكله، مفيش مشكله يا شباب، انما الجمله اتعملت حلوه سريعه، ودي الجبهه الشمال اللي حذرنا منها. شوف التمركز هنا بتاع لاعبي الامارات، اربعه هم مدافعين لاثنين لعيبه، قله عدديه، انما التمرير السريع. وده الدرس الكبير اللي اتكلمنا عليه، ان لحظه خروج وعلاج حمدان الكمالي استفاد منتخب ارمينيا وسجل اول اهداف في المباراه، اول اهداف في المباراه. دخل هنا خميس لكن متاخر اسماعيل احمد والرقابه، وضربوا هنا الدفاع بالوات تو سريع، اتعملت حلوه وسجل هدف منتخب ارمينيا. سجل هدف سريع، الكره السريعه، اللمسات السريعه، الهدف الاول. انما ده الكلام كان المفروض منتخب الامارات هو اللي سجل الاول بعد احمد خليل، لكن يعني مفيش مشكله. خمس دقائق يا شباب، 1-0 للمنتخب الارميني. وادي اللاعب هنا مكمل وطالع، حبيب فردان المدرب شالونت. كرة طويلة عرضية خطيرة، ولد عالمي، هدف جميل. الله، اسماعيل احمد، هو ده الكلام. شوف الولد طالع ازاي، ثلاث سبعات، الطيارة البرازيلية اهي، الطيارة البرازيلية. اسماعيل احمد يا ولد طالع، ايه، تيك اوف ممتاز، ورأسية، راس دي متكلفة. بص شوف الكرة، شوف الركنية، وصفة جميلة جدا. هات من جوه، هات يا كاسباروف، هات من داخل المرمى، هات يا كاسباروف يا ولد. ضحك على كاسباروف، كاسباروف مسك الهواء بايديه. بص كاسباروف فين واسماعيل فين، ورأسيه اماراتيه جميله تعدل الوضع تاني من جديد، وتعمل احقيه ان منتخب الامارات في هذا الشوط يا راجل. لكن كاسباروف تاني، اللاعب كاسباروف وليد عباس، تحس انه بقاله كتير قوي ما لعبش في الناحيه الشمال. تمشي على طول الكره الطويله، خلي بالك من العرضيه، خلي بالك هيك العرضيه، اضغط انت اسماعيل، اسماعيل خطيره العرضيه، ستار يا ستار يا ستار، سرعه، هي اوروبا كده، هي الكرة الشرقية كده، السرعة. شوف نقلوا الهجمة ازاي يا جماعة، شوف نقلوا الهجمة ازاي سريعة. هي مباراة ودية انما الاستفادة موجودة. عبد العزيز هيكل كان لازم نستارت يكون أقوى، وبدأ العد التنازلي أو بدأ عدد اللاعبين في الشق الدفاعي الإماراتي يقل. تاني كورة، خصوصا الهدفين اللي دخلوا مرمى الإمارات، الزيادة العددية في الشق الدفاعي ضعيفة جدا، والارتداد فيه بطء شديد. إذا الهدفين درس كبير النهارده في المباراة، الهدفين درس كبير في المباراة. أين التمركز الدفاعي بتاع خميس وحبيب فردان، المتابعة من إسماعيل أحمد ومهند سالم العنيزي عبد الرحمن. قوة جسمانية كبيرة جدا لمنتخب أرمينيا، مفيش ولا واحد فيهم قصير ولا واحد فيهم ضعيف. إنما تمشي كرة حبيب فردان يا ولد، ممتازة هي، مبخوت العرضية، اظبطها بقى، اظبطها علي، رقصه تاني علي، مبخوت خطيرة تاني على الإمارة. الله 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 يا ولد يا ولد يا ولد، هو ده الولد الاماراتي، هو ده الولد الاماراتي. شغل الموسيقى في الهدف الثاني الجميل للمنتخب الاماراتي. بص شوف علي مبخوت حكايه، انما شوف التمريره بتاعت حبيب فردان، كره القدم في الراس ليست في الكراس. بص شوف الولد الاماراتي عمر، يا ولد على يسار كاسباروف، انما اولاد ما لهمش حل، الاولاد بتوع مهدي علي. شوف عمر عبد الرحمن حطتها، كره القدم ليست بالتكوين الجسماني ولكن بالعقليه الجميله وبالحكمه الجميله وبالجماعيه. يسجل منتخب الامارات ثاني اهداف في المباراه، جميله حلوه الشوط الثاني. لما شوف سرعه في التحول، شوف الباصه بتاعت حبيب فردان، ولا يا جماعه نفس الاخطاء بتاع التمركز. وادي المحاوله والمهاره العاليه، ده لعيب كوره هداف ده. بص نكش الكوره نكشه لعيب كوره هاي، لعيب كوره كبير، سيد التحليل اتكلم عليه، وهو لعيب الحقيقه قيمه كبيره، ما يعملش الاهداف دي غير لعيب عنده مهاره عاليه جدا. شوف نكش الكوره ازاي، خروج حارس المرمى والتقدير العالي من مختريان، والهدف الثاني ليه شخصيا والثالث للمنتخب الارميني. لعيب كوره كبير جدا، لعيب كوره كبير قوي وفارق الحقيقه مع منتخب ارمينيا. وادي اللاعب خالد عيسى، شوف هو حسب تقدير خالد عيسى، حسب الستارت بتاعه من تحت المرمى وحاططها ده احمد. ينزل محمد احمد، وليد عباس، هل الادوار ممكن تتغير؟ يدخل وليد عباس كابتن منتخب الامارات لجوه،
وحنشوف الواجبات اللي هتتغير من خلال سياق المباراة. كرة عرضية خطيرة جدا والهدف الرابع. الهدف الرابع لصالح المنتخب الأرميني عن طريق لاعب رقم 8 لاعب واتشان. ادي الهدف هنا موجود والهدف موجود هنا. ادي واتشان هدف حلو طبعا طالع على شكل الهدف بتاع اللاعب اسماعيل احمد. شوف هنا التمركز والرقابه مش موجوده، المفروض العنيزي يكون مكانه احسن من كده. لعيب طويل القامه كان لازم يكون لتحت شويه هو، انما المراقبه برضو. الاهداف اللي دخلت مرمى الامارات كلها يعني للتعلم من الاخطاء، اهداف كلها فيها اخطاء كتيره جدا. مفيش مشكله، هي دي حلاوه المباريات الوديه. المنتخب الارميني ده المنتخب ال 33 على مستوى العالم، تعرضوا يا عيني هم لمشاكل كتيره، لكن يبقى من الشعوب المؤدبه برضو جدا. شوف الكره ملعوبه هنا على طول ملعوبه، لكن في الاخير الى ركله ركنيه، ركنيه على طول ملعوبه خطيره جدا. عالمي الله 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 الله، مهند سالم العنيزي واسماعيل احمد والراسل الاماراتيه المتكلفه. الله 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 على الهدف الثالث، ممتاز. ان شاء الله التعادل بقى، التعادل بقى عشان الموسيقى هنا يعني ليها طعم ثاني. الموسيقى بتاع الهدف الاماراتي، بص شوف اسماعيل قنبله شايطها بدماغه، خد واحده في الجول جميله يا ولد يا ولد يا ولد. هدف حلو جدا، محمد عبد الرحمن على غرار عمر عبد الرحمن. عمر